تحديتنا مستمرة، انتقلنا بكم من المشتركات ونحن نحط رحالة عند الالف والمئتين متر. شكرا لجان المنظمة، حيث الالف والمئتين يجمع انطلاقة الصعوبة. اذا لحظات قليلة وستعلن اول الاندفاعات، اول التحديات الصعوبة. 1200 سنهني ما الفائز بالمركز الاول في هذا المساء الكبير الذي يجمع هذه الانطلاقات والتحديات. على بركة الله وتوفيقه اعلنت انطلاقة الشوط الرئيسي للصعوبة 1200 متر. الله 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 على هذا الاندفاع المميز، اسيرة مع الصدارة ومع المركز الأول. من تاتي على البداية سمحة على المقدمة، أحمد بن راشد بن ناصر الدرع والمركز الثاني. الله شعار إذن مزون. من تاتي سهيل بسعيد بن مكتوم الجنيبي والمركز الثالث. هنا الطيارة ملك حميدة بسعيود الدرع والمركز الرابع. القادمة وصلت أسباب سالم بسعيد بن غويو الدرعي. أعود إلى البداية، أعود إلى سمحة. ما شاء الله، وسمح الله دربك يا سمحة، وسمح الله دربك يا مالك سمحة. أحمد بن راشد بن ناصر الدرعي، لكن القادمة الضغوطات مزونة. سهيل بسعيد بن مكتوم الجنيبي الشوط الرئيسي للصعوب. الله الله يا سلام يا سلام. ايضا قادم الطيارة احمد بسعيود الدرعي ايضا بنغيو على المركز الرابع، لكن خلاص مزون مزون مع الشوط الرئيسي للصعوبة. لمن يسير اجد مزون اسهل بسعيد مكتومة الجنيبي، لكن ضغوطات من قبل سمحة. احمد بن راشد بن ناصر الدرعي من ياتي على المركز الثاني. الله ولعت ولعت المنافسة، ما شاء الله تبارك الله. راحت مزونة راحت مزونة الشوط الرئيسي للصعوبة. تهانينا لسهيل بسعيد بن مكتوم الجنيبي، وتهاني لأبناء سعيد مكتوم كافة على هذا الفوز والانتصار. تهاني الملك مزون سهيل بسعيد مكتوم الجنيبي. المركز الثاني سمحة ملك إذن أحمد بن راشد بن ناصر الدرعي، والمركز الثالث إذن وصلت الطيارة ملك أحمد بسعيود الدرع. توقيت زمن دقيقة 40 ثانية إذن و59 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك مزون صاحب